قرار ترشح إلى عهدة ثانية مربوط بشخص السيد الرئيس الجمهورية الذي نحترمه كثيرا. الشيء الأكيد قرار الترشح هو قرار ذاتي. احنا الآن ممكن نتكلم على تقييم برنامج الرئيس ما تم تحققه من إنجازات وما يطمح إليه. فكحزب سياسي في الحقيقة ولو أن الدستور عنده الحق يترشح قانونيا في الدستور تاعنا أعطى السيد الرئيس أنه يترشح إلى عهدة ثانية بالرغم أنه هو الذي حارس في الدستور على عهدتين، وهذه قيمة إيجابية سجلوها للإصلاح الدستوري الذي عرفه الدستور في عهد السيد الرئيس عبد المجيد تبون. اليوم كجبهة المستقبل كحزب اليوم نحن مطالبين أننا نسير مسار الإصلاحات. لما يتكلم السيد رئيس الجمهورية على ترشحه إلى العهدة الثانية، شيء أكيد أننا كما كنت أقول الآن أنا جبهة المستقبل انطلاقا من المكانة السياسية وانطلاقا من المسؤولية القانونية وانطلاقا من المسؤولية الحزبية سنتخذ القرار المناسب لمصلحة الجزائر ولمصلحة الوطن. ودون شك لما نتكلم على مصلحة الوطن ومصلحة الجزائر فهناك مصلحة جبهة المستقبل، وبالتالي سنكون إيجابيين في القرار تاعنا. وبالتالي على ما أظن قرار الترشح إلى عهدة ثانية مربوط بشخص السيد الرئيس.